مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير جوانح بتتبيلة كتير رائعة بالفرن. عنا 1.5 كيلو جوانح غسلتهم منيح، ربع ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة سماق، نص ملعقة صغيرة حار بودرة وملح على الذوق، 3 معالق طعام زيت نباتي، 2 ملاعق صغار مليانين شراب او دبس البندورة، 2 ملاعق طعام لبن، و2 ملاعق طعام دبس الرمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط الخلطة مع بعض، بنحركها منيح، نرجع بنحطها فوق الجوانح. خلطة عن جد كتير رائعة، ما تنسوا دبس الرمان بيعطي كتير نكهة رائعة بالمشاوي. لما مجربها يجربها وشوفوا شو طيبة. بحط كمان البهارات. خلطهم مع بعض. بسم الله. هلا بعد ما خلطهم مع بعض، هلا بحطهم فوق الدجاج. إذا عنا أولاد صغار ما بيحبوا الحار، ما ضرورة تحطوا الحار اللي حطيته أنا، إيه يعني حطيت نكهة كتير خفيفة حار، بس أفضل إذا أولادكم ما بياكلوا حار. عرفتوا كيف؟ بسم الله. هلا بخلطهم مع بعض. يعني كتير كتير ريحة رائعة، ما في لا زنخة ولا أي شيء من هيدا النوع. هلا بس نشوي بيطلعوا كتير كأنه عاملينهم على الفحم. دبس الرمان على فكرة بيعطي حرقة للدجاج كأنه على الفحم. هلا بنحطهم بصينية مندخلهم على الفرن. ممكن تستخدموها لهيدي الخلطة وتشوهن على الفحم. هلا بحطهم بالفرن. هول الجوانح بعد ما حطيتهم نص ساعة بالفرن، هلا عم قلبهم. شفتوا من هون كأنه مشويين على الفحم، هول قلبتهم. بقلبهم ليستووا كمان ياخدوا اللون الأحمر من الجهة التانية. بحاول عليهم من الجهة العليا، بحط الغاز على 250 من الأعلى والأسفل، بس بحطهم على الطبقة العالية من الأعلى. هلا برجع بحطهم بالفرن. هولي بعد ما طلعوا من الفرن أخذوا حوالي 50 دقيقة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.